السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض لانشون جميل جدا بمكون سحري وسر كده عشان ان شاء الله نعلي القيمة الغذائية. احنا معانا كوباية دقيق وثلاث معالق من النشا، معلقتين من اللحمة وممكن تزوديهم براحتك جدا، معايا كوباية من العدس الاصفر المسلوق واربع بيضات ونص كوباية زيت. والتوابل بتاعتنا كانت عبارة عن بصل بودرة، ثوم بودرة، وبابريكا، وحبهان مطحون، وفلفل اسمر. دلوقتي انا حطيت في الكبة زي ما انتم شايفين البيض والزيت، واحط معاهم كوباية العدس الاصفر المسلوق. طبعا العدس مش هيبان ولا طعما ولا شكلا ولا اي حاجة نهائي، كمان لما اتخلط ما بقى ناعم جدا. هحط دلوقتي اللحمة المفرومة برضو هي كمان ناعمة، وهنحط معاهم التوابل قبل ما ابدأ احط الدقيق عشان التوابل تندمج اكتر في المكونات. وبعد ما يضرب في الخلاط زي ما انتم شايفين نبدأ نحط الدقيق. ممكن تزودي الدقيق لو العجينة طلعت معاكي سايلة، يعني انا احتاجت ازود تقريبا معلقتين من الدقيق عشان تبقى ماسكة نفسها وانا بحطها في الكيس. طبعا ممكن تحطي لون غذائي احمر زي ما انا هحط، او ممكن تجيبي بنجر تسلقيها وبعد كده تنضرب في الخلاط، وبعد ما تنضرب في الخلاط ناخد العصير بتاعها، يعني حبة صغيرين هيخلوا اللون جميل جدا. طريقة السلق لللانشون انا قبل كده عملتها في فيديو اللي هو كان اللانشون بالفراخ، بس لا كان من غير بيض ولا جبنة، ان شاء الله هبقى اسيبه لكم في اللينك تحت. واحنا النهارده عملناه من غير جبنه زي ما انتم شايفين، وطبعا حطيت العدس عشان مكون غذائي ان شاء الله فايدته عاليه وقيمته الغذائيه عاليه، كمان خصوصا الاطفال عندهم حساسيه قلبان بيبقى ناقصهم كالسيوم وعناصر كتير غذائيه، فنحاول نحشرها كده في الاكل من غير ما يشوفوا ولا يعرفوا. طبعا كل الاطفال بتحب اللانشون، عايز اقول لكم ان هو زي الجاهز بالظبط شكلا وطعما، بس يهتموا تحطوا حبهان وورق لورا في ميه السليق بتدي طعم مختلف جدا. طبعا اللي بالفلفل بيبقى افضل، لكن طبعا عشان الاطفال ففي ده اللي قدامنا ده من غير فلفل اسمر اللي هو الحبوب، والتاني انا حطيت فيه حبوب فلفل اسمر بحيث انها هتبقى لينا احنا ككبار، فطبعا هيبقى طعمه مختلف، ولكن الاطفال الصغيرين يعني ايه اول ما بيشوفوا اللانشون بيجروا عليه. يعني ان شاء الله هعمل الفتره اللي جايه كمان لانشون باذن الله يتناسب مع حساسيه الصويا، ربنا ييسر. زي ما انتم شايفين اهو هنقطعه تحفة وجميل، ان شاء الله هعمل لكم باذن الله لحسيت القمح كمان انا عارفة، والحتت البيضة اللي في اللحمة دي ما نقلقش منها خالص، دي هي بتبقى بسبب اللحمة، يعني حتت البيضة اللي في اللانشون دي بسبب اللحمة. عايز اقول لكم ان هو سخن نار، بس هنا دايما عندي مستعجلين، فطبعا احنا نسيبه افضل يهدى ويرتاح خالص وبعد كده نقطعه. وطبعا ممكن يتحفظ في التلاجة لمدة اسبوع او في الفريزر، بلاش يزيد عن 15 يوم، يعني شهر كفاية، علشان بس الحاجة تبقى كل ما بتدخل الفريزر وتخرج بيبقى صحيا مش كويسة. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم ويكون خفيف على قلبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.